انا تتوقعون ان المقاول هذا يعني مقاول خاص بانشاء ملاعب رياضيه نظرا للتخصص؟ صعب. قصدك اللي ينهي عقده؟ اللي ينهي عقده لا مستحيل طبعا، اصلا واضحه من الوقت، لان حدث سقوط اكثر من مره للجزء سقف مظله الملعب الجديده، فمؤكد انه ما كان متخصص. يمكن لو سالتني قبل اسبوع كنت بقول لك هذا لغز ما انتهى، لكن بالعكس الان هذا حراك جيد. انا معهم انهم يعطون سنتين، اعلن المده القصوى ما في مشكله، مقابل ان ناخذ ملعب قابل لتحمل الضغط، وانه يعني برضو مدينه جده تعرف ما هي سهله، اضيف لها فريق نجران ما ندري متى تنتهي برضو ازمتها، فلا بالعكس انا معاهم والله يوفقهم، واضح ان شاء الله انه في عمل جيد، ان شاء الله ننتظر منه نتائج باذن الله قريب يا رب.